الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا تحاضون ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تدليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجل، فاجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وأدده، يحسب أن ماله أهلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصر، إن الإنسان لفي خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وما أدراك ما هي؟ نار هامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والآديات ضبحا فالموديات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه لرب الغيب وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الغير لشديد. أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في السرور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأهرزت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يقول منشرة مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان لربه لكنود. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنجوى بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه. سندعو الزبانية. كلا لا تطيعه واجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما السائل فلا تنهر. فأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. وأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأغضبتكم نارا تلظى لا يصلاها إلى الأشقى. الذي كذب وتولى. فسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتلقى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا طلعها. والنهار إذا جلاها. والليل وما يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذب ثمود بتقواها. إذن بس أسقاها. فقال لهم رسول الله نقض الله سقياها. فقذبوه فقروها. دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم.
علي أهد، يقول ألقت على اللبنات، أيذهب أن لم يره أهد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجلين، ألقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والقطر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فويل للمصلين سأكل اللمة، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يسيء وثقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ واجية عاملة ناصبة تسلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، لا تسمع فيها لغوية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف نطحت، سطحت فإذا
فذكر إنما أنت مذكر إلا من لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن علينا إيابهم ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عند الله من نعمة سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها هافت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ينبغي يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرج والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا إنهم لقول فصل وما هو بالهجر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أهلهم ويمهل. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذا هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يشاء الله. Ulangin tak dari idhum alaiha qud? Innahum alaiha. Idhum alaiha. Idhum alaiha qud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wama naqamu minhum illa ayyuk. من بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وأبوا
الفوز الكبير. إن بطش ربك لشهيد لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبوا بيوم الدين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم
الذين يكذبوا بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وإن عليكم لحافظين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالح الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إن كتاب كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين. وما أدراك ما إليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يشهده المقربون. ulangi dari kitab markum. Kitab markum yashhaduhu al-muqarrabun. Muqarrabun. إن الأبرار لفي إليين. إن الأبرار لفي نعيم. وإن على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. Ina iya.
جهنم طمسات وإذا
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تصدى وأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة وما يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نهرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فإلى أزكى فهديك إلى ربك فتخشى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن جاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات أسفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون الواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت ليوم فصل وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مقيم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي جامعات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم
الكفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فقيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. قالوا لم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان إنك كاره إلى ربك. هل أتى على الإنسان. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ. بل الإنسان
الثياب فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستقصر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرقه صعودا إنه فقر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواهة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستهكين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين كفروا آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وآخرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء برحمته ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر قل والقمر والليل الأدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن جاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت منهم قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منسقة كلا بل لا يخافون الآخرة وتذرون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل التقوى وأهل التقوى أهل المنصرة أهل التقوى أهل التقوى وأهل المغفرة مزامير بيسا مزامير
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا رب المشرق واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إنا لدينا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجهينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا جاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه عزا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان صلبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر ليلا ونهارا علم أن لم تحصوه فتب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم أو من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله كان عليما حكيما إن الله غفور
السلام عليكم.